نرى عند إدخال المرأة في قبرها إيش؟ عند إدخال المرأة في قبرها نعم، نرى بعض الناس يضع العباءة على القبر. على القبر، نعم، وإدخالها، نعم، وقد لا يدخلها إلا محرمها. نعم. أما وضع العباءة على القبر حين تنزيل المرأة فهذا حسن، وقد ذكره العلماء وقالوا إن قبر المرأة يسجى عند وضعها فيه، يعني يغطى. وأما كونه لا يدخلها إلا المحرم فليس بشرط، يجوز أن يدخلها محرمها أو غيره. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة إحدى بناته قال: أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال: انزل. فنزل في قبرها وزوجها عثمان موجود وأبوها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجود. نعم.